الوضع أمامنا. ما بدكم تغيير الوضع، بدكم تغيير حياة الأشخاص اللي بعد الكذب قد ما يتصلح الوضع بعد الكذب فيه. واثنين، الغشاش قد ما يكون في صعوبات بالخارج ما بتأثر، أما اللي عنده سبيل الغش بمتجره، بتعامله مع الناس، بتصرفاته اليومية، يقطع الغش من قلب حياته ويشق إلى حياة جديدة. بيقول القديس بولس برسالته إلى أهل غلاطيا بالفصل الخامس: إن ثمار الجسد كثيرة، أما ثمر الروح فواحد، هو الفرح، السرور، المحبة. هودي كلهم بنبتلهم عن الخطايا، بيصير سلم الخطايا ينزل وقوة الإيمان بيسوع المسيح تبين، فمنقطع عن حياتنا الغش ومنقطع من حياتنا الكذب. في الحيل المادية للعيش بذكرنا الكتاب المقدس: بعرق جبينك تأكل خبزك أيها الإنسان. شر كبير كتير إنه الإنسان يسلك غير سلوك الشغل وغير سلوك العيش بالضمير. تاجر المخدرات اللي بيفسد الشبيبة والأولاد في مجتمعنا بيكون عنده شر بالداخل، ما بيقدر يجني شيء من ثمر كل الشرور، لأنه الشر يجني الشر. كف أيها التاجر عن الضرر لشعب الله وروح اشتغل بيديك، نزل العرق من جبينك. ليرة يلي بتجي على الجيب من عرق الجبين بتعمر بيوت، بتعمل عائلات، بتقطع المرحلة الصعبة، لأنه الفقير المتكي على الرب والغني العابد للرب ومحب للفقراء بيقدر بصفاء وشفافية العمل اليومي يكون حاضر ويواجه كل الأزمات بالمسيح يسوع. رجينا بيسوع الرب بأعظم يوم من أيام السنة، نسجد أمامه طايقين من قلبنا كل مكر، كل غش، كل رياء، كل متاجرة فيها شرور للبشر، كل أفكار بطالة، كل تصرفات غير صالحة، كل اختلاس، كل احتكار، كل ما يؤدي إلى الضرر على الناس. تنقبل كل ما هو يتطابق مع إيماننا بالمسيح، لأن المسيح مات وغسلنا وزفنا له عروسا مباركة لا عيب فيها ولا لوم. منصلي بها اليوم العظيم على نية إنقاذ بلدنا بتوبتنا، باعترافنا، بمناولتنا للقربان، بتصفية قلبنا وضميرنا، لأن الرب يستجيب صلاة الأبرار. قال له لإبراهيم: إذا بلاقي 10 أبرار بنشي المدينة، فالرب بكتل الأبرار في لبنان، وبفضل الأبرار يلبسنا الرب بنشينا صلاتنا اليوم على الخير. أول ذاتنا تكون مؤلمة على الخير من طرف لبنان، صلاتنا اليوم على الخير على الأشرف، على الخير أرض الأوليات لكل المسيحيين، أرض الإحتراميات، أرض التبشير بالمسيح، أرض الحضور والوجود، الأرض الأوروبية، أرض روسيا وأوكرانيا، أرض يعني إبنة المسيح. من ألف ومئتين سنة وأكثر بتبني حياتك، فالرب يمشي مشهور، يحمل الحروب ويحط الحوار فيها هناك شعور أول وسامة، تيكون البشرية كلها سوا، الانتشار إلى غير واحد. فهو كل الأمارة وإلى النبي الأعظم يسوع المتأمل للأمنيات
والشكر بمجدك، لك كل المجد والسجود يا إله.